طيب اسمعوني كويس يا بنات. لا بقولك انت وهي ركزوا معايا كده، ده انا جايب لكم النهاردة حتة حلقة بس ايه في الجون، حلقة من اللي قلبك يحبها. النهاردة انا هقولك انت ازاي تقدري تخلي اي راجل في الدنيا يحب القرب منك في اربع خطوات، لو انت مشيتي عليهم مفيش راجل في ارض الله الواسعة هيستحمل البعد عنك خمس دقايق بس. انت هتبقي كل حاجة بالنسبة له لدرجة ان هو ممكن عادي جدا يحلم بيكي الساعة 2 الظهر. السر كله في ان انت تتقمصي الشخصية الاغوائية التالتة في كتاب فن الإغواء للكاتب روبرت جرين، والشخصية دي اسمها العاشق المثالي الرومانسي. شخصية هتخليك تكوني انت الإنسانة المثالية اللي الراجل نفسه فيها، وده لدرجة انه هو لما يلاقيكي لا يمكن هيعرف يبص لأي واحدة تاني من بعدك، بدون مبالغة. كل اللي انا طالبه منك هو ان حضرتك تكملي الفيديو ده للآخر علشان تعرفي ازاي تقدري تعملي كده بالتفاصيل. وتخيلي بقى يا أختي العزيزة، الموضوع أسهل وأتفه وأعبط ما يكون، مش اعجاز علمي خالص. الربع ساعة اللي جاية دي كفيلة بان هي تشقلب لك حياتك 180 درجة وتحولك لمغناطيس الناس بتتشدله تلقائيا. هو مش الاغواء فن برضو؟ استعدي علشان تكوني فنانة. احلى حاجة في الشخصية دي ان الشخصية دي مفهاش اي اذى نفسي ولا لعب ولا لف ولا دوران. السحر اللي في الشخصية دي بيعتمد فقط على ان انت تعرفي تكوني مصدر الراحة النفسية للشخص اللي قدامك، يعني بالبلدي كده يكون همك عليه مش على نفسك. كفاية قوي كده على المقدمة، انا هدخل في الموضوع على طول. بس قبل ما ابدأ بفكرك تاني ان انت دلوقتي تقدر تحجز معايا ميعاد على زوم علشان تستشرني في اي حاجة تخصك. كل اللي انت محتاج تعمله هو ان انت تدخل عندي على انستجرام، اعمل لي فولو وبعت لي رسالة هناك، وانت هتلاقيني ببعت لك كل التفاصيل. انت مش لوحدك وانا مش هسيبك، ما تخافش. يلا بينا، اهلا بكم في الحدوتة مع محمد فارس. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. خليني بقى اقولك ازاي انت تقدر تخلي اي راجل في الدنيا يدمنك في اربع خطوات، انا همسك كل خطوة فيهم لوحدها وهناقشها بالتفاصيل. النقطة الاولى، اديله مساحته الشخصية. صدقيني لما تلاقي ان الراجل عايز يقعد لوحده شوية يبقى صدقيني سيبيه في حاله. خليني اقولك ليه. بص يا اختي العزيزة، زي ما الست عليها ضغوطات الراجل لا يمكن يتخيلها، فالراجل برضو عليه ضغوطات انت لا يمكن تتخيليها. ضغوطات بتخلي ليه لا طايق ظروفه ولا حتى طايق نفسه. كل يوم بيضطر ان هو يتعامل مع مديره المتحكم ومع زمايله الحاقدين. ضغط الشغل ما بيخلصش، وفي الاخر بيقبض قصاده ملاليم. لا ده كمان بقى ايه، بيتلام وبيتعاتب على شغل مش المفروض هو اللي يعمله اساسا. طول ما الراجل صاحي فهو مهموم ومتوتر، مش عارف ازاي هيلبي كل المسؤوليات والاحتياجات اللي عليه، هيتجنن. فواتير واقساط ومصاريف وهموم لا اول لها ولا اخر. سنين وسنين من المرمطة والفحت والردم وهو لسه عطلان مكانه. الظروف بتتحالف ضده وبتصغره كل ما هو ما يحاول يكبر. على فكرة هو بيكون شايل همك، وده لان هو عارف كويس قوي بينه وبين نفسه ان هو ممرمطك معاه، مش عارف يوفر لك حياة احلى مهما تعب، وده في حد ذاته بيخليه يحس ان هو مقصر معاكي. هي دي قصة حياة الراجل اليومية في 3 ثواني. طيب خلينا اسألك بقى، بكل السلبية اللي الراجل عايش فيها دي، هو بيجي في اخر اليوم يكون عايز ايه؟ بيبقى عايز يفصل عن الدنيا وينسى هم ما يتلم، فبيشوف بيدور على اي حاجة يعملها، حاجة تسحله بحيث ان هو ما يفكرش، لان هو اساسا فرهد من كتر التفكير. وانت طبعا بقى لما بتلاقيه عايز يقعد لوحده او بتحسي كده ان هو ملهوش نفس ان هو يقعد معاكي، للأسف بتفسري الموضوع غلط. يعني مثلا تلاقيه قاعد قدامك بس مش بيتكلم معاكي ولا كلمة، ماسك الموبايل بتاعه وقاعد بيلعب كوتشينة او بيتفرج على ماتش كورة او حتى قاعد بيقرا كتاب، بيعمل يعني اي حاجة غير ان هو يديكي انتباهه ووقته. فانت بناء على كل ده بتحسي ان هو اهملك. وبما ان الانطباع ده بيسيطر عليكي وبيوترك، الاوفر ثينكينج عندك بيشتغل، بس حاجة ايه، اللهم صل على النبي. وبما ان مشاعرك بتسيطر عليكي وبتقلقي، المشاعر دي بتسوقك فبتخليكي تتصرفي تصرف غير عقلاني، فبتاخدي نفسك وتروحي له علشان تقولي له انت ما بتحبنيش زي الاول، انت مش طايق تبص في وشي، هو انت في حد تاني في حياتك، انت ما بقتش عارف تتبسط معايا، هو انت زهقت مني، انت بدل ما تيجي تقعد معايا بتروح تقعد مع اصحابك، وحتى مكالمة التليفون ما بتعبرنيش بيها. الليسته طويلة قوي، كمليها انت بقى. بس في الاخر يعني انت بتنكدي عليه وعلى نفسك، مع ان هو اساسا ما عندهوش اي مشكلة معاكي اطلاقا. هو شايل من الدنيا مش منك، وبيفصل من الدنيا
مش منك. مخنوق مخنوق هينفجر خلاص وبقى نفسه يشم نفسه. اللي انت مش واخده بالك منه هو ان انت لما بتروحي تقولي له الحاجات دي، الحاجات اللي هي زي مثلا انت ما بقتش تحبني زي الاول، انت كده بتضيفي وزن الجبل الهموم اللي هو خلاص ما بقاش قادر يشيله على اكتافه. انت كده بتعملي مشكل حوار، بتعملي حوار من مفيش. انت كده بتبقي بالنسبه له مصدر جديد للطاقه السلبيه اللي هو خلاص طهق منها ونفسه يبعد عنها. طاقة سلبية انت بتسخريها من عدم لمجرد ان انت بتفسري الموضوع غلط، وبناء على تفسيرك الخاطئ للموضوع بتبتدي بقى تشتغلي له في الشكوى والإلحاح والزن. بتصدعيه يعني بالبلدي كده. انت عرفت انت ليه المفروض تديله مساحته الشخصية. خليني بقى ادخل في الكلام العملي واقولك انت تقدري تتصرفي ازاي علشان تخليه يدمن القعدة معاكي. الحل بسيط جدا. ارحميه بدل ما تكون انت اللي زودت الطينة بلة. افهمي ان هو كون ان هو عايز يقعد لوحده فده لا يعني اطلاقا ان هو مش عايز يقعد معاكي، بس هو خلاص هينفجر هيفرقع فسيبيه يشم نفسه. لما انت تديله مساحته الشخصية انت كده بتديله مساحة ان هو يلاحظ ان انت وحشتيه وان هو مشتاقلك فهيرجع لك. لكن طول ما هو حاسس ان انت فرض عليه ان هو لازم يهتم بيكي هيطفش منك طبعا، لان هو اساسا مش ناقص التزامات. وخلي بالك ان كل المفروض مرفوض. يعني مثلا لو هو نزل يروح يقعد مع اصحابه شوية علشان يفصل من الدنيا، وبعد كده تقومي مكلماه مكالمة تعكن عليه لما تقعدي تلومي وتعدي فيه على تقصيره معاكي وبعده عنك، انت كده بتبوظي الدنيا. عارفة ليه ولا مش عارفة؟ لان هو بدل ما كان بيروح عند اصحابه علشان يفصل من قسوة الحياة هيبتدي يروح لهم برضو، بس عشان يفصل منك انت شخصيا. هيبتدي يدرس وسائل جديدة وحجج جديدة تخليه قادر ان هو يخلع منك كده علشان يكبر دماغه من الصداع اللي انت بتصدعيه له. وحتى التليفون والله ما هيرد عليكي. هنا بقى انت لازم تتقمصي شخصية العاشق المثالي الرومانسي. لما تلاقيه تعبان ميت مفرهد بجد مش قادر يعمل حاجة، ما تروحيش بقى تقولي له اه شكلنا كده مش هننزل النهارده، ها؟ وبلاش تلويله بوزك. اعملي العكس تماما، العكس اللي محدش في الدنيا بيعمله. قولي له يا خبر ده انت شكلك تعبان قوي، بلاش نخرج النهارده مش لازم خالص، انت على فكره انت لازم ترتاح، انا حاسه بيك ومقدره، انت لازم ترتاح لان انت لو ما ارتحتش هتفرقع. وثانيا يا اختي العزيزه، لما تلاقيه قاعد لوحده في البيت كده واخد جنب فاتح التلفزيون وقاعد بيتفرج على التلفزيون وتكون انت عارفه ان هو اصلا مش ناقص وجع دماغ، خليكي حنينه وروحي قولي له هو انت قاعد لوحدك ليه؟ ما تنزل تشوف الماتش مع اصحابك، ولو مش قادر تنزل خليهم هم اللي يقولك هنا، انا ما عنديش مانع. خدي الامور بصدر رحب، ده اكيد احسن بكتير من انك تحسسيه ان انت حاسة ان هو مفضل صحابه عليكي. من الاخر حسسين ان انت عاملة على راحته، مش انك مسؤولية مفروضة عليه. ساعتها هو لما يجي يخرج معاكي او يقعد معاكي هو هيعمل ده بكامل ارادته، وهيعمل كده وهو حاسس ان ده مش التزام هو مجبر بيه، هيعمل ده وهو مبسوط، هيحس ان انت وحشتيه، وده احسن بكتير من ان هو يحس ان انت التزام مفروض عليه. هيتبسط بوقته معاكي، وده احسن بكتير من ان هو يحس ان انت واجب هو لازم يعمله وهو عاصر على نفسه لمونة علشان المس ما تعاقبهوش. وثالثا يا اختي العزيز، لما تلاقيه حاسس ان هو مقصر وشايل هموم خففي عنه شوية. قوليله انا راضية ومبسوطة وكمان مؤمنة بيك. اديله امل في الحياة اللي قفلت كل البيبان في وشه، بدل ما تكون انت هم جديد فوق همومه اللي لا اول لها ولا اخر. كده بدل ما انت ما بتضغطي عليه انت اللي بتدعمين ان هو يشم نفسه. انت الوحيدة اللي بجد حاسة بيه وشايفة ومدركة ان هو تعبان ومفرهد، بتخليه يعني يحس ان هو مش محتاج يشيل همك من كتر ما انت معقلة ومتفهمة. هو لو حاسس ان مراته او خطيبته متفهمة للدرجة دي لا يمكن هيفرط فيها، بالعكس ده هيحاول يحافظ عليها. هو هيبقى فاهم كويس قوي ان هو لو معاه واحدة تانية غيرك هتعكنن عليه، صدقيني مش هيسيبك، ده انت هتبقي مثالية بالنسبة له. وهي دي فكرة العاشق المثالي، انك تكوني غير قابلة للاستبدال من كتر ما انت مريحة. فخلاصة النقطة الاولى هي ان انت تكوني بالنسبة له مصدر راحة مش مصدر وجع دماغ. خدي الموضوع بصدر رحب بدل ما تاخديها على نفسك، وياريت ما تعمليش مشكلة من مفيش، لان اساسا مشكلته ملهاش اي علاقة بيكي، هو متضايق من الدنيا مش منك. طول ما هو حاسس ان هو معاكي هيبقى مرتاح من وجع الدماغ، مستحيل هيفرط فيكي، لان زيك المريحين يعني فهم بجد قليلين، والست اللي زيك دي
الراجل بيمسك فيها بايديه وبسنانه لانه بيكون عارف كويس قوي ان هو عمره ما هيلاقي زيها. ندخل بقى في النقطة التانية، كوني الكومفورت زون بتاعته. خلينا نكون صراحة مع نفسنا شوية، كلنا عندنا هوايات احنا بجد بنحب نعملها قوي، عمرنا ما بنزهق منها، بس بيكون الشخص اللي احنا مرتبطين بيه مالوش فيها اطلاقا، صح؟ انا بقى مش عايزك تخلي الراجل يحس ان هو محتاج يبعد عنك علشان يمارس الهواية بتاعته، عايزه يكون عنده انطباع ان هو مش محتاج يبعد عنك علشان يتبسط. خليني اديلك مثال علشان اشرح لك كل الكلام المجعلص ده. ممكن يكون خطيبك او جوزك بيحب الكرة جدا ومتعود ان هو مرتين في الاسبوع بينزل يقعد على الكافيه علشان يتفرج على الماتش. هو وهو هناك قاعد بيتفرج على الماتش وبيمارس الهواية بتاعته بيحس ان هو هربان من الدنيا، بيفصل كده عن قصة الحياة. وصدقيني بقى هو بيبقى عارف ان انت ممكن في اي لحظة تتصلي بيه وتقولي له ايه ده بقى ما انت فاضي اهو قاعد يعني بتتفرج على الماتش بدل ما تقعد معايا. بصي عشان خاطري ما تخليهوش يهرب منك من كتر الشكوى والزن والالحاح. صدقيني في اربع حاجات لازم تلغيهم من حياتك، الشكوى والزن واللوم والعتاب. تقمصي شخصية العاشق المثالي واعملي الحاجة اللي ناس قليلة قوي في الدنيا بتقدر تيجي على نفسها وتعملها، تندمجي معاه وتطبعي نفسك على عاداته هو. يعني مثلا شجعي نفس فريق الكورة اللي هو بيحبه وتابعي معاه الماتشات، سقفي كده لما فرقته تجيب جون ويديله هاي فايف، وزعلي جدا بصي اقلبي ملامح وشك كده لما الفرقة يجي فيها جون. قبل الماتش اللي جاي بساعتين كده كلميه قولي له ايه ده انت ما قلتليش هو احنا النهارده هنروح نتفرج على الماتش فين؟ تحب اكلم صحابك اقول لهم يجوا معانا يتفرجوا معانا على الماتش على الكافيه؟ اديله انطباع ان انت عشقتي الحاجات اللي هو بجد بيحبها. بعد كده هتلاقيه في عقله الباطن خلاص عارف ان هو مش محتاج يبعد عنك علشان يتبسط ويشم نفسه، بالعكس بقى ده هيتبسط اكتر لو انت رحتي معاه لان الاجواء هتبقى احلى مع حد يشجع الفرقه بقى وبتاع بدل ما هو قاعد كده لوحده. فبدل ما يبقى قاعد في اي لحظه متوقع ان انت ممكن تكلميه مكالمه تعكنن عليه وعلى فكره هو في الاخر كده كده برضه هينزل يتفرج على الماتش، الغي اوبشن الشكوى والزن اللوم والعتاب. خليه يبتسم كده تلقائيا لما يلاحظ ان الشخص اللي بيكلمه في التليفون هو انتي، وده بدل يعني ما يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم استرها عليا يا رب كل ما يشوف اسمك منور على التليفون. انت ممكن تكوني حاسه ان الراجل هيفضل البنت الجميله عن اي واحده تانية وان هو ممكن يتخلى عن البنت الحلوه عادي لو لقي اللي احلى منها، صح؟ الكلام ده مش مظبوط. فصدقيني بقى الراجل هيفضل الست اللي بتريحه نفسيا عن اي واحدة تانية في الدنيا ان شاء الله تكون ملكة جمال العالم، ده في حالة ان هو كان عاقل يعني، وفي حالة ان هو مش عاقل فانت اساسا مش عايزاه. فخلاصة النقطة دي هي انك بدل ما تشتكي منه بسبب الحاجة اللي هو بيبعد عنك علشان يعملها، حبيها جدا بحيث يعني ان انت تشاركيه في المود بتاعه، هتلاقيه بياخدك معاه بعد كده وعلى قلبه زي العسل بدل ما يقعد يفكر في اي حاجة يألفها لك بحيث ان هو في الاخر يعرف يخلع منك. كده انا خلصت المثال التاني، يلا بينا بقى ندخل على المثال التالت، عيشيه طفولته من جديد. بس النقطة دي هي هتحتاج منك سنة ذكاء. بص يا ستي انا عايزك تنخوري تستغلي مهاراتك المخابراتية بتاعت البنات بقى ما احنا عارفينها، عايزك تنخوري في الماضي بتاعه كده وتعرفي ايه هي الاكتيفيتيز الحاجات اللي هو كان بيحب يعملها وهو طفل صغير. الحاجات دي انا عايزك تخليه يعملها تاني وهو كبير، ويا سلام بقى كمان لو عرفتي تعمليها معاه. لازم تعرفي ان كل راجل في الدنيا لحد النهاردة لسه في جواه طفل صغير، مهما كان اسمه حنفي او الجبلاوي بشنبه او دقنه برضه لسه في جواه طفل صغير نفسه يلعب ويتبسط ويتدلع. فانا عايزك تكوني انت بالنسبة له هو المصدر الذي لا ينتهي من المتعة، وكأنك بالفعل بتعيشي طفولته من جديد. شيء تاني ايام ما كان الواحد بجد بيعرف يتبسط وهو حقيقي مش شايل هم اي حاجة في الدنيا. انت كده بتخليه يربط في عقله الباطن ان انت مصدر طاقة ايجابية، مصدر لا ينتهي من المتعة والدلع والترفيه. الحاجات دي هو بجد مشتاقلها لانه لما كبر اكتشف ان الحياة مكان قاسي وهمومها كتير زي ما عرفنا من النقطة الاولى. طيب انت بقى هتعيشي طفولته من جديد ازاي بشكل عملي؟ هشرح لك تعملي ايه بمنتهى البساطة.
كوني ماما بالنسبة له. لا ما تستغربيش، ما هو ماما هي اللي كانت بتعيشنا طفولتنا، هي اللي كانت بتاخدنا النادي علشان ما تعملش اي حاجة غير ان هي تقعد تتفرج علينا 3 ساعات واحنا بنلعب مع اصحابنا. هي اللي كانت بتيجي على نفسها بجد وتودينا السينما تقعد 3 ساعات على كرسي مش مريح علشان تتفرج على فيلم كرتون هي اكيد مش عايزة تشوفه. هي اللي كانت بتودينا الملاهي عشان احنا اللي نلعب واحنا اللي نتبسط، وهي كل اللي هي بتعمله هي بتتفرج علينا وتعمل لنا باي باي من بعيد. لو عرفت تخليه يعمل كل الحاجات اللي هو كان بيحس ان هو منطلق في عنان السماء لما كان بيعملها وهو صغير، انت كده بتكوني ماما بالنسبه له، ودي حاجه بتتبرمج في عقله الباطن هو اصلا مش بيكون واخد باله منها. وبناء بقى على كل ده، كل ما يحس ان الدنيا جت عليه وكل ما يحس ان هو محتاج بريك كده ويفصل من قسوه الحياه هيبقى عايز ماما. تعالي بقى اقولك ازاي تقدري تعملي كده بشكل عملي في الدنيا اللي احنا عايشين فيها النهارده. اولا لازم تتابعي الحاجات اللي هو بيحب يعملها في حياته، وبرضه لازم تتقمصي دور الام. بيحب الافلام مثلا، كلميه قولي له ايه ده، الله ده في افلام حلوه جدا نزلت السينما، هبعتهم لك دلوقتي على الواتساب، اختار واحد فيهم وتعالى نروحوا مع بعض. كده انت بتخليه يتبسط لان انت بتخليه يعمل الحاجات اللي هو بيحبها بمجرد ان انت تقترحيها عليه. اكيد هيتبسط لان انت عارفه مسبقا ان دي حاجه هو اصلا بيحبها، فمستحيل هيقول لك لا. لو هو فعلا بيحب الافلام للدرجه دي، خلي مروح السينما تبقى حاجه كده من الطقوس بتاعتكم، بحيث يعني ان هو يبقى دايما قاعد مستني يوم الخميس عشان عارف ان في اليوم ده انتوا هتروحوا السينما وهتتبسطوا مع بعض. دي حاجه هو بجد هيحب يعملها معاكي جدا وهيبقى متحمس لها كمان. نفس الفكره بالظبط لو هو مثلا بيحب الكتب والقرايه، وديه المكتبه او روحي لوحدك واشتري له احدث روايه نزلت للكاتب العالمي اللي الروايه بتاعته كانت منتظره. ولو كان بيحب يلعب كوره مع اصحابه زمان وهو صغير، روحي اشتري له التيشيرت بتاع الفريق اللي هو بيحبه، شجعيه ان هو يلعب كوره تاني، وكمان روحي اتفرجي عليه ما فيهاش مشكله. وبعد الماتش قولي له ايه ده انت حريف جدا، ده انت بتعرف تلعب كوره، لا ده انت كمان طلعت سريع وانا عمري ما كنت اعرف حاجه زي دي، انت ليه عمرك ما قلت لي؟ حاسسين ان انت استمتعتي بوقتك وانت بتتفرجي عليه وهو بيعمل حاجه اللي هو شايف نفسه بيحبها وكويس فيها، فاهمه؟ حاسسين بنفسه. والله بقى لو هو كان مثلا وهو صغير بيحب يروح الملاهي، فاجئيه وديه خديه كده وروحي معاه والعبوا هناك مع بعض، صدقيني انتوا الاثنين اصلا هتضحكوا قوي وانتوا مبسوطين كده زي الاطفال. هو في اي حد في الدنيا يقدر يقول لا للحظه واحده بس من سعاده الطفوله حتى ولو كنا هنعمل اشياء تافهه؟ اكيد لا. من الاخر كده، شوفي ايه هي الحاجات اللي هو كان بيحب يعملها زمان وبطل يعملها النهارده لمجرد ان هو كبر، وخليه يعملها تاني من جديد. كون ان هو بيتبسط معاكي وهو بيعمل الحاجات اللي هو عايز يعملها وبيحب يعملها، ده اكيد بالنسبه له هيبقى احسن بكتير من ان حضرتك كده تاخديه توديه سوق القماش، تلطعيه بقى كده حضرتك في العربيه 3-4 ساعات في عز الشمس قاعد ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيسمع نجوم اف ام، ويتفاجئ في الاخر ان حضرتك نزلتيه السوق وقعدتيه في العربيه كل ده وفي الاخر ما اشتريتيش حاجه، قال ايه كنتي بتتفرجي بس. يا ستي يا اختي العزيزه، روحي سوق القماش مع صحباتك البنات او اختك او والدتك، حببيه في القعده معاكي بدل ما تحسسيه ان انت التزام اتفرض عليه. بصوا يا جماعه، كلمه اخيره مني في منتهى الاهميه، شخصيه العاشق المثالي بتعتمد على انها تيجي على نفسها علشان تسعد اللي قدامها. فعلى فكره لو انت راجل، روح وديها سوق القماش وتعالى على نفسك يا عم، واستحمل الثلاث اربع ساعات اللي هتقعدهم في العربيه دول لو دي حاجه هي بجد بتحبها، تعالى على نفسك عشان تبسطها، هي دي الفكره. بس بقول لكم ايه، خلي بالك انت وخلي بالك انت، الشخصيه دي بتعتمد على انكم تيجوا على نفسكوا، يعني هتتعبوا كتير. وعشان كده انتوا لازم تخلوا بالكوا قوي من اللي هقوله دلوقتي. لو انت تقمصت شخصية العاشق المثالي، فانت لازم تكون فاهم ان الشخصية دي بتتميز بالعطاء الزايد، فخلي بالك من اللي هيستغل العطاء ده. ادي العطاء ده للشخص اللي انت شايف ان هو بجد يستحقه، واياك تبالغ في العطاء مع شخص انت عارف ان هو لا يستحقه، لانك في الاخر هتلاقي ان حضرتك قعدت تبالغ في العطاء ده لدرجة انه اتفرض عليك، ولو ما عملتوش هتتلاموا وهتتعاتبوا وكمان هيشوفوكوا على انكم مقصرين. ومن هنا يجي المثال الشهير اللي بيقول لا تبالغ في العطاء فيفرض. طيب قبل ما نقفل، بفكرك تاني ان انت دلوقتي تقدر تحجز معايا ميعاد على زوم علشان تستشرني في اي حاجه تخصك. كل اللي انت محتاج تعمله هو ان انت تدخل عندي على انستجرام، اعمل لي فولو وابعت لي رساله هناك، وانت هتلاقيني ببعت لك كل التفاصيل. انت مش محتاج تعمل اكتر من كده،
انت مش لوحدك وانا مش هسيبك، ما تخافش. اعمل لي فولو على فيسبوك وانستجرام علشان تشارك في الاسك اللي انا بعمله مره كل اسبوع وعلشان نسهل التواصل مع بعض. ولو دي اول مره تشرفني او تشرفيني فيها، اهلا بيكم يا جماعه، انتوا على دماغي والله العظيم. اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تكونوا اول شخص يشوف الحلقه الجايه لما تنزل ان شاء الله، وتقولوا لي على رايكم فيها على طول. يلا اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. وبكده خلصت الحلقه النهارده. توتا توتا، خلصت الحدوته. محمد فارس، سلام عليكم.